أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بيكم إخواننا الكرام. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية عايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 041-30-3591. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وكمان مواصفات العربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ويتم بيع العربية من خلال القناة. وللعلم الحمد لله بفضل الله طبعا ناس كتير اتباعت عربيتهم من خلال القناة. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2007 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2007. العربية فاضية، العربية زيرو، مفيش ألم بويا واحد، العربية مفيش مسمار اتحل من المكنة، العربية فيها عداد شرعي 270 ألف كيلو فقط، العربية مكنة وآلات جر زيرو، العربية شبعانة مش محتاجة جنيه مصروف، العربية فيها رخصة 10 شهور مرور المنوفية، العربية فيها طقم كاوتش بطقم جنوط سبور، العربية فيها سروج جديد، العربية فيها طبلية خشب عمولة بداير استانلس، العربية فيها استبن استانلس، العربية مش محتاجة جنيه مصروف، العربية بحالة ممتازة بدون أي ملاحظات أو مشاكل. طبعا لأن العربية موجودة في معرض، بالتالي ما قالناش على السعر، وقال السعر هيكون من خلال الاتصال بس. لو حضرتك عايز تعرف بعض المعلومات عن العربية وسعر العربية هيكون على رقم 011-48-49-77-67. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011-484-87-67. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في أسعار جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.